حياكم الله، معكم بسام سعد الدين، وانا اليوم موجود عند لينكدين عشان نشوف مشروع الجديد هاملتون هاوس، واحد من افضل المشاريع اللي اذا حابين تستثمروا او تسكنوا حيكون خيار مميز جدا. هون عندنا تقريبا شكل المشروع. طبعا هذا الموديل تبع هارينغتون هاوس، المشروع الجديد بيجي تقريبا هو حيكون اكثر ال شيب. اوكي، عدد الوحدات فيه حتكون بحدود ال 200 وحده، والتسليم حيكون بال 2024 الربع الاول. طبعا لانه جاي ال فبتكون المسبح عنده اكبر. طبعا زي ما نحن تعودنا هارينغتون ليفل كثير عالي بالشكل، حتى الديزاين الداخلي الكواليتي كثير عالي، العوائد الممتازة للمستثمرين فيها. طبعا كمان حينضاف عليه انه يكون فيه الحديقة الخارجية نفس اللي شايفينه هون، حيكون في مكان للبايسيكل زي جراج للبايسيكل اللي بيحبوا رياضة البايسيكل، وكمان جراج للباركينج لإله. الأسعار للغرفة وصالة بتبدأ من 750,000 لحدود 850,000. طبعا المساحة بتبدأ من 650 ل 850 قدم، والغرفتين الوصالة حيكون بحدود 1,100,000 لمليون و300. طبعا حسب المساحات، المساحة بتبدأ تقريبا من 1,100 قدم. مثلا هون بنقدر نشوف كمان بالطوابق العالية حسب الجي في سي لازم شوي تكون لورا، وبيكون فيها تيرس أكبر اللي بحب هذا النوع من الشقق. وخطة الدفع عندنا هتكون 70% خلال فترة البناء، 30% على التسليم اللي قلنا هتكون بال 2024 الربع الأول. وزي ما شفنا مشروع هاملتون هاوس مع بعض، المهتم بالمشروع يا ريت تتواصل معي. كان معكم بسام سعد الدين.